السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن الهيموستاتيك سيستم، ودلوقتي هنشرح الكفة التانية من الميزان اللي بتعمل البالانس مع الهيموستاتيك سيستم. فلو كان الاند برودكت زي ما اتفقنا بتاعت الهيموستاتيك سيستم هو البليتلت بلاد اللي كروس لينكد بالفايبرين، ففي على الناحية الثانية من الميزان two systems هنتكلم عنهم النهاردة، وهما الناتشرال anticoagulant system والثرومبوليتيك system. والناتشرال anticoagulant system ده عبارة عن مجموعة من الفاكتورز اللي بتمنع الاكسسيف thrombosis زي ما هنشوف. طيب الانتي ثرومبوتيك سيستم ده متكون الى فاكتورز معينة، وجمعتها بالطريقة دي علشان كل مجموعة مع بعض ليها تقريبا نفس الوظيفة. ففي عندي في المجموعة الأولانية الانتي ثرومبين 3 والهيبرين كوفاكتور 2، وفي عندي مجموعة الثرومبو موديولين والمعلم بروتين سي والصبي بتاعه البروتين اس، وفي عندي التيشو فاكتور باسوي انهيبيتور. طيب تعالوا نبدأ بالمجموعة الأولانية اللي جبنا سيرتها بسيطة في المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن الهيبرين. فتعالوا شوفوا الانتي ثرومبين 3 بيعمل ايه. الانتي ثرومبين 3 بيعمل دي اكتيفيشن تقريبا لكل الفاكتورز بتاعه الكواجيليشن، ولكن المين فانكشن بتاعته هي الانهيبيتوري افكت على فاكتور 2 وفاكتور 10، وكمان بيعمل ان اكتيفيشن لفاكتور 9 و11 و12 زي ما احنا شايفين. والكلمه المهمه اللي عايزين نعرفها عن الانتي ثرومبين 3 اللي موجوده في الرسمه، ان الهيبرين بيعمل بوتنشيشن واكسلريشن للإفكت اوف انتي ثرومبين 3 تقريبا 10,000 مره. يبقى الهيبرين انتي ثرومبين كومبلكس بيشتغل اكتر من الانتي ثرومبين 10,000 مره علشان يعمل المين إفكت بتاعه اللي هو 2 و10، وكمان يأفكت بقية الفاكتورز زي ما احنا شايفين. والهيبرين كوفاكتور بيعمل نفس الوظيفة وبيبقى بوتنشيتد برضو بالهيبرين، ولكن مش بنفس الاكستنت بتاع الانتي ثرومب. ننقل بعد كده للثرومبو موديلين والبروتين سي والبروتين اس والتيشو فاكتور باثوي انهيبيتور، وده اللي هنشوفه في الرسمة دي. ثرومبو موديولين ده عبارة عن جلايكوبروتين بيمسك في الثرومبين اللي اتكون علشان يقلل الفانكشن بتاعته، وبعد كده يعمل اكتيفيشن للمعلم اللي هو بروتين سي، وبروتين سي بيشتغل مع الصبي بتاعه اللي هو بروتين اس، ويعملوا ان اكتيفيشن لفاكتور 5 وفاكتور 8 زي ما احنا شايفين. يبقى ده المجموعة التانية. كلمة APC معناها Activated Protein C، ده بروتين C هيعمل له الاكتيفيشن الثرومبوموديولين مع الفاكتور 2، يعني ثرومبين وثرومبوموديولين كومبلكس يعملوا له اكتيفيشن، ويروح هو رايح عامل inhibition لفاكتور 5 وانهبيشن لفاكتور 8. طيب المجموعة الأخرانية أو الأنتي كواجيلانت الأخراني هو التيشو فاكتور باثوي انهبيتور، ومن اسمه هو انهبيتور للتيشو فاكتور باثوي اللي احنا عارفين ان هو ده الاكسترنسك باثوي اللي كانت بدايته فاكتور 7 زائد التيشو فاكتور. فهو بيعمل inhibition للفاكتور 7 تيشو فاكتور كومبلكس زي ما احنا شايفين، وكمان بيمنع الاكتيفيشن اللي بيحصل لفاكتور 10 وفاكتور 9 عن طريق الكومبلكس ده. يعني من الاخر بيعمل
inhibition للإكسترنسك باثوي. يبقى دول كده كده الثلاثة كاتيجوريز اللي موجودين في الانتي او الناتشرال انتي كواجلانت سيستم، هم الانتي ثرومبين 3 والهيبرينكو فاكتور 2، ودول بيشتغلوا على 2 و10 مينلي، وبقيه الفاكتورز زي 11 و12، وعندي المجموعه الثانيه وهي الثرومبو موديولين لما بيمسك في الثرومبين بيعمل اكتيفيشن للمعلم اللي لازم يشتغل مع الصبي بتاعه اللي هو البروتين سي، والصبي بتاعه او الكوفاكتور بتاعه اللي هو بروتين اس، والتالت او المجموعه الثالثه هي التيشو فاكتور باسوي انهيبيتور، ودي اللي بتقفل او بتعمل انهيبيشن للاكسترنسك باسوي. ولو ده ناتشرال انتي كواجولانت سيستم، يبقى تعالوا مع بعض نطلع بروثرومبوتيك ستيت ناتجة عن خلل في السيستم ده. يبقى الخلل اللي موجود في الانتي كواجولانت سيستم اللي ممكن يعمل لي ثرومبوتيك ستيتس هو النقص بتاع الفاكتورز بتاعه الانتي كواجولانت سيستم، زي الانتي ثرومبين 3 ديفيشنسي او البروتين سي اند اس ديفيشنسي. ومين اللي بيأثر اكتر؟ اكيد نقص المعلم، يبقى بروتين سي ديفيشنسي هو بيعمل مور افكت عن او مور ثرومبوتيك افكت عن البروتين اس ديفيشنسي، والانتي ثرومبين ديفيشنسي كمان الاثنين بيعملوا هايبر coagulable state. طيب انا قصد اكتب الاثنين دول بس باعتبار ان هم الثرومبوتيك disorders او الهايبر coagulable states اللي related لمين؟ للناتشرال انتي كواجولانت سيستم. والا لو في موضوع جاب لي هايبر coagulable state related to factor deficiency او factor abnormality، لا ده في حاجات كتير هنقول هنت عنها دلوقتي، والباقي في الانتي كواجولانت سيستم او نتكلم عليها بتفاصيل اكتر. زي عندي الفاكتور 5 ليدم ميوتيشن، وده زي ما هنعرف هو الموست كومن هايبر كواجولابل ستيت، وعندي البروثرومبين ميتين واتنين عشرة A ميوتيشن. كل الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بعد كده، ولكن بنقول بقية المجموعة. وعندي الدس فايبرينوجينيميا وعندي الدس بلازمينوجينيميا. ايه البلازمينوجين ده؟ هنقوله حالا في الفايبرينوليتيك سيستم. و increased levels of factor 8 او factor 9، واللي احنا قلناهم اللي هما الانتي ثرومبين 3 ديفيشنسي والبروتين سي والبروتين اس. يبقى كل دول عبارة عن ايه؟ هايبر كواجولابل ستيت ستيتس ريليتد للفاكتورز. طبعا في حاجات تانية زي الاكوايرد، كل بقى الاكوايرد هايبر كواجولابل ستيتس زي الانتي فوسفوليبيد سندروم والهايبر هوموسيستاينيميا وحاجات التانية دي هنتكلم عنها برضو مع الانتي كواجوليشن، ولكن دول اللي ريليتد للفاكتورز. نيجي بعد كده نتكلم عن السيستم التاني اللي موجود في كافة الميزان مع الناتشرال انتي كواجولانت سيستم، وهو الثرومبوليتيك سيستم. والثرومبوليتيك سيستم من السيستمز البسيطة الخفيفة خالص، والرسمة دي ملخصاها كويس قوي. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلازمينوجين بيحصل له اكتيفيشن يتحول الى بلازمين. البلازمين ده السبستريت بتاعه الفايبرين اللي بيشتغل عليه ويكسره علشان يطلعه الى فايبرين ديجراديشن برودكتس. طيب محتاج اعرف ايه اللي بيعمل اكتيفيشن للباثوي ده، بلازمينوجين بلازمين باثوي، وايه الكنترولرز بتاعه الباثوي ده.
انا عندي بيحصل له اكتيفيشن عن طريق تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، ده بيحصل له ريليز عن طريق الاندوثيليوم، وعندي بيحصل له اكتيفيشن عن طريق اليوروكاينيز لايك بلازمينوجين اكتيفيتور، وده اللي بتطلعه البليتلتس، وعندي اكتيفيشن زي بتاع الانترنسك باسوي اللي هو عن طريق فاكتور 11 و12 والكالكراين مولكيول، كل دول بيعملوا اكتيفيشن للبلازمينوجين بلازمين باسوي، يتحول الى البلازمينوجين الى بلازمين، يروح مكسر الفايبرين زي ما قلنا، ولما يكسر الفايبرين في كلمة مهمة قوي هنا هي الفايبرين ديجراديشن برودكتس. طب ليه مهمة؟ لان من ضمن البرودكتس دي واحد مهم قوي اسمه الدي دايمر. ايه ده؟ انا سمعت عن كلمة دي دايمر قبل كده. احنا كنا قلنا ان الدي دايمر ده، وعارفين ان الدي دايمر ده نون سبيسيفيك لاب ريزلت بيدلني على وجود process of coagulation and thrombolysis في الجسم. الدي دايمر هو واحد من الفايبرين ديجراديشن برودكتس اللي ممكن اعمل لها اسي ولاقيها في البلاد ستريم. طيب ايه الانهيبيتورز بتوع الباسوي دول؟ عندي انهيبيتور اسمه بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1 و2، وعندي الالفا 2 انتي بلازمين، وعندي الالفا 2 ماكروجلوبولين، وعندي الثرومبين اكتيفيتابل فايبرينولايسيس انهيبيتور. دول كلهم بيعملوا انهيبيشن للباسوي عشان يبقى ميزان جوه الميزان. طيب ايه المشكله اللي تحصل لو حصل خلل في النظام ده؟ يعني لو في عندي abnormality بتاعة البلازمينوجين ديفيشنسي، هتبقى البلازمينوجين ديفيشنسي دي هترجح كافة الميزان بتاعة الهيموستاتيك أو الكواجيلانت باثوي، فتبقى دي واحدة من الهايبر كواجيلابل ستيتس اللي هي بلازمينوجين ديفيشنسي، أو زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ديس بلازمينوجينيميا. ومن دراستهم للباسوي ده اخترعوا الحاجات او الميديكيشنز اللي بتمايمك البلازمينوجين اكتيفيتورز. يعني الالتي بليز ده عبارة عن ريكومبيننت تكنولوجي ميد تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، وعملوا فيه موديفيكيشن عشان يطلعوا التينكت بليز والريتي بليز اللي ليهم لونجر هاف لايف، وبيختلفوا في الامينو اسيد موديفيكيشن عن الالتي بليز وعندي اليورو كاينيز. الكلمة المهمة في المجموعة دي ان المجموعة دي بالاضافة لشغلها على الفايبرين كمان بتشتغل على الفايبرينوجين. ويبدأ يظهر لي degradation products جديدة اسمها ايه؟ fibrinogen degradation products، fibrinogen degradation products. وحاجة ايه كمان؟ ان لو انا بقى السبستريت بتاعي بالاضافة الى الفايبرين الفايبرينوجين، يبقى الليفل بتاعه هيحصل له ايه في الدم؟ هيقل. من المعلومة دي قدروا يعملوا زي مونيتورينج للثرومبوليتيك ميديكيشنز، والمونيتورينج ده بمعناه مش مونيتورينج بمعنى ان انا لو لقيت الفايبرينوجين ليفل قد كذا يبقى معناه ان قد كذا من الثرومبس حصل لها ديجراديشن، لا، ما عرفوش يعملوا كورليشن يوصل للدقه دي، ولكن لقوا ان لو الليفل بتاع الفايبرينوجين بقى اقل من 100 او ان الـ ABTT بقى اكتر من 100 هيزيد قوي الـ risk of bleeding. يبقى استخدموا موضوع ان الفايبرينوجين مع الميديكيشنز دي بيبقى كمان substrate
للريكومبيننت ميد او للإياتروجينيك جيفن ثرومبوليتيك ميديكيشنز، ان الليفل بتاع الفايبرينوجين لو قل عن 100 او ان الاي بي تي تي زادت عن 100 فده بيزود البليدنج ريسك من الميديكيشنز دي. وبكده نكون خلصنا تو سيستمز بساط موجودين في الكفة التانية قصاد الهيموستاتيك سيستم علشان يعملوا البالانس ويحافظوا على الفلويديتي بتاعة البلد ستريم. وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن الثرومبوتيك ستيتس والانتيكواجلانت ميديكيشنز بتفصيل شوية، وفي اخر خالص الهيموستيزز هنعمل سامري بتيبل ظريف كده في كل الباثويز، كل الميديكيشنز اللي موجودة بتأفكت الباثويز دي وكل الأمراض اللي ممكن تأفكت الباثويز.